نرحب بكم مجددا مع تداخل الموجات. لعلنا لاحظنا أنه يمكننا سماع شخص بوضوح على الرغم من أن صوته قد تقاطع مع أصوات أخرى، فهل تساءلنا ماذا يحدث حينما تلتقي موجتان أو أكثر في الوقت نفسه أو في الوسط نفسه؟ ما التأثير الذي سيحدث هذا الالتقاء؟ هذه الأسئلة وغيرها يمكن الإجابة عنها بعد إجراء النشاط هذا، وهو ما يمثل تداخل الموجات في نابض. نحتاج لهذه التجربة نابض طوله 5 متر تقريبا، ونريد أن نقوم بإمساك طرف النابض وهو منبسط على أرض الغرفة بحيث يمسك زميل في الطرف المقابل. إذا نحاول هز طرفي النابض مرة واحدة إلى أعلى ثم إلى أسفل أو يمينا أو يسارا. نراقب ما يحدث للموجتين كما موضح في هذه الصورة، المتحركتين عند اقترابهما ثم ابتعادهما. نلاحظ أيضا تكون الموجات، ما شكل الموج المتكون عند الالتقاء؟ هل تغير شكلهما بعد انفصالهما؟ إذا هذا ما يفسر تداخل الموجات. نلاحظ أيضا لو قمنا بتجربتي على سطح ماء دائرية، نفس التجربة، حوض موجات وماء وكرتان مثبتتان بالمحرك الكهربائي. لو قمنا نجعل الكرتين متصلتين بالمحرك الكهربائي تلامسان سطح الماء، ثم نغلق دائرة المحرك الكهربائي حتى تبدأ الكرتان بالحركة كما هو موضح، نلاحظ أيضا هنا تكون الموجات الدائرية. ثم مع مراقبة هذه الموجات كما هي في موضحة في الصورة، ما الشكل أو هل تلتقي فيها الموجات الدائرية التي يعني تحيط بالكرتان؟ هل تغير شكلها؟ راقب مرة أخرى هذه الموجات بعيدا عن منطقة الالتقاء، هل يختلف شكلها عن الموجات الأصلية؟ إذا حينما تتقابل الموجات فإن الإزاحة الناجمة عنها أو المحصلة تساوي مجموع الإزاحات لهذه الموجات، بحيث تسمى منطقة التقائها بمنطقة التراكب، وهذا ما يفسر حركة الموجات في النشاطين. إذن أن الموجات بعد عبورها لهذه المنطقة تستعيد شكلها الأصلي وتتحرك في الاتجاه نفسه، وهذه النتيجة يمكن تفسيرها باستخدام مبدأ التراكب الخطي، يعني مبدأ التراكب الخطي principle of لينر سوبربوزيشن، أن الموجات تعبر بعضها البعض دون أن تتأثر، وعندما تلتقي في نقطة فإن الإزاحة الكلية هي مجموع الاتجاه للإزاحات المختلفة الناجمة عن كل موجة على حدة عند تلك النقطة. لو قمنا إذن هل ينطبق مبدأ التراكب الخطي على الجسيمات؟ لو قمنا إذن بملاحظة هذا الشكل الذي يمثل تطبيقا لمبدأ التراكب الخطي في إيجاد محصلة موجتين مختلفتين ألف وباء، طبعا ألف مختلفتين في الاتساع متساويتين في التردد، وباء مختلفتين في الاتساع والتردد، إن الأثر الناجم عن التقاء مجموعة من الموجات من النوع واحد في وقت واحد يدعى تداخل الموجات، ويحدث مع كل أنواع الموجات بما في ذلك موجات سطح الماء والموجات الصوتية وغيرها. والحصول على نمط تداخل واضح ومستمر لابد من أن يكون الموجات المتداخلة الاتساع نفسه والتردد نفسه، وعند حدوث الالتقاء يتشكل نمطان من التداخل، تداخل بناء constructive حيث تدعم الموجات بعضها وتقوي، ومثال ذلك التقاء قمة موجة مع قمة موجة أخرى أو التقاء قاعين. تداخل، هناك نوع آخر تداخل هدام destructive حيث تلغي الموجات بعضها، مثال ذلك التقاء قمة موجة مع قاع موجة أخرى. لاحظ هنا الشكل التجريبي، طبعا المحصلة هنا أيضا من خلال هذا الشكل نلاحظ تداخل موجات دائرية. نلاحظ أيضا هذا الشكل يمثل تداخل موجات دائرية، أنه التقاء حين التقاء قمة إحدى الموجتين مع قاع الموجة الأخرى فإنهما تلغيان بعضهما، لذلك تبدو النقطة الساكنة كما نرى، ويقال حينها أن عقدة نود قد تكونت ويسمى الخط الواصل بين مجموعة هذه العقد الخط العقدي نود لاين.
مستعينا بمبدأ التراكب الخطي بهذا الشكل أيضا، الذي يمثل موجتين جيبيتين متساويتين في التردد والاتساع. نلاحظ إذن ما الفرق بين الطول الموجي بين الطول في الموجتين، ما الفرق الطول بين الموجتين في هذا الشكل. إذن نتوصل إلى أن العامل الأساسي الذي يؤدي دورا مهما في نتيجة تداخل موجات هو وجود فرق في الطول، إذن في طورها، وهو فاي، أو وجود فاي، أو وجود ما يسمى بفرق المسار، حيث أن كل دورة كاملة 360 درجة تكافئ مسارا طول موجة كاملة لمدة. ومن هنا فإن التداخل البناء يحدث حينما يكون فرق الطور يساوي نون 2 باي، أو فرق المسار يساوي نون لمدة، بينما يحدث التداخل الهدام حيث يكون فرق الطور يساوي قوس بين قوسين 2 نون زائد 1 باي، أو فرق المسار يساوي كما نرى هنا بين قوسين نون زائد 1 على يعني 1 على 2 لمدة، حيث أن نون عدد صحيح يساوي نون تساوي 0 1 2 3 إلى آخره.